القطيع مزيان هاد العام مزيان، وخا كاين العلف غالي، حنا راه صابرين وغادا بهذاك الشيء. والقضيه ديال الكسيبه، حنا الا ما كانش التعليمات ديال بنيطيره ما كنقدوش نديروا اي حاجه، كانت تستشروا مع الاطباء العام كله اي حاجه، بلا ما نشريوهاش الا بالتعليمات ديالهم هما. التعليمات ديال حيت ما يمكنش ودير كسيبه وغادي او حاجه هي الكسيبه، حيت ما كاينش واحد الانسان غادي يقول لك دارني هنا ولا هنا ولا هنا. دابا ديرا بهما بقرا ولا حولي ولا داك مرض، ما تعرفش لما كانش اختصاصي ما عارف حتى والو. هادشي باش كنمشي الثمن كان العلف غالي، ولكن ماشي حيت العلف غالي حنا ما غادي نوقفوا، حنا لا غادا بالمسيرة كما كنا غادا. والسوق دابا ما تقدش تحكم عليه، والناس فرطت مع الفتش حيت المليح قليل. الناس كانت تقول العيد ما كاينش مع الفتش، شي هذا كلام صحيح ماشي. حتى دابا انا بالتجربه ديالي وبالمعرفه اللي عندي مع الكسابه ومع البيع والشرايا، ماشي في المنطقه، بحال في السطات، بحال في المزار، في المكان، دابا الناس فرطت. ملي كتمشي لشي قاطع تقلب فيه جبر مولا، الناس بدات تعلف، تا فات رمضان ما يمكنش الغلم لا مع الفاش 14 و5 ما دير والو. حد العلف خاصو يمشي تدريجيا، الغلم لا خاصك تم غادي معاها بالدواء وبالعلف تدريجيا. والغلم خاص دابا البيع الوقت ملي حق شهر كان تساشر مع الاطباء كيتحبس الدواء. دابا نعطيك بحال هذا، دابا كاينه من 270 حتى 280. دابا بحال هذا كاينه من 200 230. بحال هنا كاين فيها من 650 ل 330، ما مقادش. هذا هو الثمن اللي كاين، كاين 350، كاين 330، كاين 300. شنو اللي كيحدد الثمن؟ هو الوزن ديال الحولي، الوزن ديال الحولي، الوزن ديالو. حيت دابا واحد كيوزن 80 كيلو ولا 90، واحد كيوزن 60، واحد كيوزن 50. وتدير 50 بغيت تبيعي ب 70.